القسم بتاعنا بيدخل انسينرور زي ما انا قلت لكم بالظبط. ثاندر ويف كمان بتفوت على كاليركس يعني ريفلكت. اوكي احنا هنعمل فلير بليتس بنديله ويكنس بوليسي. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من الافضل بين الجميع على قناه بوكيمونيان. انا بروفيسور ببعم والنهارده تقدروا تقولوا جايب لكم كده سبق صحفي. النهارده الليله ليله زاشين مع كاليركس شادو حصلوا على المركز الاول في نيو جيرسي الريجن اللي كانت مقامه هناك. بس قبل ما نبدا مع بعض حابب افكركم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان ما يفوتكوش اي حاجه محتوانا وعشان تتعاملوا القناه. طبعا بشكركم جدا على دعمكم. عموما يعني عايز اقول لكم بس انه بالصدفه يعني طلع واحد من الناس اللي بنت الفرقة دي احد اصدقائي وطلب مني ان انا ما انشرش اي حاجة من السبريدز بتاعت الفرقة دي. فانا هوريكم الفرقة بتعمل ايه النهاردة مع بعض. بس اعذروني لا هيبقى في رانت الكود ولا هيبقى في بوكي بيست. عموما يلا نبدأ مع بعض الحلقة ونشوف الفريق رقم واحد النهاردة هيعمل ايه معانا. ومعانا اول خصم الليلة تي جي جايب كاليركس شادو كايوجر ويزينج ريجي جيجس ويمزيكات وريجي لكي. طبعا الخليط بتاع او الكومبينيشن بتاعه ريجي جيجاس مع الويزينج يعني حاجه من منذ قديم الازل. بس احنا ممكن نبدا مع بعض بكاليركس شادو لان احنا معانا ويل ويسب على الكاليركس شادو ده فاحنا ممكن نستخدمها مع بعض. اعتقد برضو كبدايه يعني ممكن نبدا ثاندرس او حتى زاشين. الاثنين اختيارات ليست سيئة بالمرة. ممكن نبدأ ثاندرس أفضل. هنحتاج انسينرور ولا ريلابوم أحسن. والله جاسترودون حتى اختيار مش وحش. طيب مبدئيا زاشين ده أكيد. وأعتقد عشان خاطر الكايوجر هنحتاج يا اما جاسترودون يا اما ريلابوم. يمكن ريلابوم يكون افضل شويه فاحنا ممكن نجيب ريلابوم مع بعض. يلا بينا نبدا اول مباراه ضد تي جي. طبعا حابب افكركم بس كده حاجه سريعه. الفرقه طبعا انا هي كسبت من هنا وانا عملتها من هنا فيعني سامحوني لو لقيتوا ان انا بختار اختيارات غريبه شويه لان انا لسه بتعلم استخدام الفرقه معاكم. بس يعني بصراحه ما رضيتش اضيع وقت كتير وقلت اعمل السبق الصحفي ده يعني حاجه كده ايه تساعدني شويه ان انا اسبق في فرصه ان انا اوريكم حاجه جديده وحاجه قويه لسه يعني منتصره في بطوله. عموما بنشوف من الخصم بتاعنا كاليركس شادو زائد كايوجر على طول بيبدأ بالاثنين ريستريكتد بوكيمون بتوعه. الحاجة المشكلة الوحيدة هنا قد تكون في الكايوجر احنا ما نعرفش هل هو تشويس كارف ولا لأ. لأن هو لو تشويس كارف دي هتكون مشكلة شوية. فيمكن أفضل حاجة أعملها هنا إن أنا أعمل حاجة زي أسترال براج زائد بروتكت على الثاندرس. يعني نشوف السرعة لو الكايوجر اتحرك قبل الكاليركس شادو اللي قصادنا او بتاعنا حتى يبقى ده معناه انه اتأكدنا ان هو تشويس كارف. لو مش كده ممكن الدور الجاي على طول نبدأ نعمل حاجة زي دايناماكس ان شاء الله. وحتى لو لا قدر الله خسرنا الكاليركس شادو بتاعنا نقدر ان احنا ندخل الريلابوم ونبدأ نعمل دامج عالي جدا على الكايوجر. بالفعل بنشوف واتر سباوت من كايوجر يبقى التريث هنا والتروي كان يمكن اختيار كويس. بس اتمنى ان احنا نكسب السبيد تايد دلوقتي قصاد الكاليركس شادو اللي قصادنا. بالفعل بنكسبها وهنشوف هل هو معاه فوكس ساش ولا لا. معهوش حتى فوكس ساش وده معناه انه الكايوجر بتاعه اخذ الدامج عالي جدا وكمان احنا رفعنا من السبيشال اتاك بتاع الكاليركس بتاعنا وتخلصنا من حاجه يعني عدو لينا جامد جدا. عموما هنشوف الخصم بتاعنا هيبعت دلوقتي ريجي جيجاس. اعتقد ده معناه انه الدور الجاي هيختار انه ينزل حاجه زي الويزينج مكان الكايوجر. فاحنا ردا على الكلام ده اللي هعمله ان انا هعمل ويلو ويسب على ريجي جيجاس زائد اعمل ماكس اير ستريم. مش عارف حابب اعمل ماكس اير ستريم على مين اكتر على ريجي جيجاس ولا على اللي انا متوقع انه يدخل مكانه مكان الكايوجر هنا. فيمكن
يمكن الافضل اعمل على الكايوجر على اساس ان احنا معانا كده كده لسه الزعشين بتاعنا طبعا بصحه. الخصم بتاعنا ما بيبدلش اي حاجه وده معناه انه الكايوجر هيفضل جوه وهيتخلص من ال ال كايوجر بيعمل دايناماكس اوكي وده معناه انه الراجي هيجس بتاع الخصم بتاعنا هيعمل حاجه زي وايت جارد على ما اعتقد وكايوجر طبعا هيحاول يتخلص من يا اما الكاليركس بتاعنا يا اما الثاندرس طبعا يبقى ممتاز جدا لو تخلص من الكاليركس لان كاليركس زي ما انتم شايفين اساسا الاتش بي بتاعه قليل جدا ويعني ما بقاش هيعمل حاجه قوي في وجود الراجي جيجاس اساسا لانه طبعا هو نورمال تايب وما بيتاثرش بالاسترال باراج. عموما هنشوف اختيار غريب شويه من القسم بتاعنا عايز اقول وبالفعل بنشوف الوايت جارد من راجي جيجاس وده معناه انه هياخد الويل ويسب دي وهيفضل معتل بالنار طبعا يعني نقول عليها بيرن ستاتس يعني لحد نهايه المباراه دي الا لو هو معاه لامباري بس معهوش لامباري وبنشوف ماكس ايرستريم من الثاندرس بتاعنا للاسف ما بتتخلصش من الكايوجر ولكن ده معناه ان احنا قدرنا ناخد بلس 1 سبيد على الثاندرس. معرفش الكايوجر بتاعه هيعرف يتخلص من الثاندرس بتاعنا ولا لا. هنشوف دلوقتي ماكس جايزر على ثاندرس ما تخلصتش حتى من الثاندرس وده شيء ممتاز جدا جدا. فاللي انا هعمله هنا بصراحة هيكون حاجة زي أسترال براج وممكن نعمل المرة دي والله الحقيقة يعني عايزين لو عايزين رأيي انا بفكر ان انا يعني اعمل سنارل او ويلو ويسب حتى على الكايوجر. يمكن سنارل تكون افضل شوية على اساس انها ممكن تضرب الراجي جيجاس وهحاول ان انا اعمل ماكس ناكل على الراجي جيجاس برضو. الفكرة بس عايز اتخلص من الكايوجر ده قبل ما يعمل اي حاجة عليا تاني. هعمل اسر براج احسن زائد ماكس ناكل على الريجي جيجاس وان شاء الله يعني تكون دي كافية. بالفعل المرة دي ريجي جيجاس ما يختارش يعمل وايت جارد وده معناه ان احنا تخلصنا من الكايوجر زائد كمان طبعا الماكس ناكل دلوقتي هتعمل ان ما كانش هتتخلص 100% من الريجي جيجاس الا ان هي هتعمل عليه ممكن نقول 80 ل 90% دامج مع طبعا البيرند دامج اللي هو عمال بياخده يعني 85% حاجه زي كده بس ده معناه طبعا اعتقد ان هو هيتخلص من الثاندرس بتاعنا دلوقتي اعتقد. بنشوف بالفعل ايس بانش وهتكون كافيه انها تموت الثاندرس بس احنا ما عندناش مشكله ابدا لان احنا معانا لسه الزاشيان بتاعنا زائد كمان ريلابوم نقدر الدور اللي جاي حتى لو حبينا نعمل حاجة زي فيك اوت زائد يعني انا هنزل ريلابوم بصراحة الاول نحاول نعمل فيك اوت على الراجي جيجاس زائد استرال باراج على الويزنج على اساس نتخلص منه ممكن حتى نعمل سنارل ولو ان يعني ما اظنش انها هتبقى مفيدة قوي بس يعني وكمان طبعا موضوع ان هي مش 100% اكيوريت لو بصينا على سنارل هنا هتشوفوا ان هي 95 اكيرسي فالافضل ان انا اعمل استرال باراج زائد فيك اوت. الفيك اوت هتكون اسرع من الوايت جارد طبعا بتاعت الراجي جيجاس. ويزنج بيعمل بروتكت وده معناه برضو انه الراجي جيجاس هياخد فيك اوت زائد البيرن دامج اعتقد هيكون كافي ان احنا نوقع الراجي جيجاس حتى بالفيك اوت فقط وده معناه انه الدور الجاي اقدر اعمل حاجه زي هاي هورس باور زائد استرال باراج مره ثانيه بالكاليركس شادو بتاعنا. طبعا زي ما انتم شايفين انا عارف ان انا قلت ليله زاشين وكده ولكن كاليركس شادو بوكيمون يعني قوي جدا جدا زي ما انتم شايفين يعني يستحق الواحد يهاجه كده. عموما بنكسب اول مباراه وهشوفكم الماتش الجاي على طول ان شاء الله. ومعنا خصم جديد الليله معاه لونالا زاشين ثاندرس جاستودون جريمسنارل وانسينرور يعني توليفه فريق شبيهه جدا بفريقنا معاه البوكيمون اللي هو الجوست والسايكيك بس المره دي هم معاه لونالا ومعاه كمان بدل الريلابوم الجريمسنارل. طبعا جريمسنارل هيكون بوكيمون صعب شويه في المواجهه ولكن احنا ان شاء الله نقدر نعمل كويس قصاد الفرقه
اعتقد ان احنا هنحتاج ثاندر سكاي بداية على طول. وممكن نبدأ حتى ثاندر سكالركس زي اخر مرة برضو. هنشوف كده. الفكرة ان انا عايز الحق اعمل بيرن على الثاندرس اللي قصادنا. ممكن ده هيساعدنا كتير في ان احنا نبدأ ننزل الزاشين بتاعنا. واعتقد ريلابون برضو مش وحش لسه، يعني انا حاسس ان احنا جايبين نفس الاربعة تاني، ولكن انا عايز استعد للجاسترودون، وعايز برضو يبقى معايا، يعني احنا معانا هاي هورس باور للانسينرور، جراسي جلايد عموما هتكون كويسة قصاد الجريم سنارل، الانتيميديت مش هتبقى في صالحنا، ممكن احسن حتى جاسترودون، مش متأكد قوي. تعالوا نجيب جاسترودون المرة دي ونشوف حظنا. طبعا قبل ما نبدأ المباراة الجديدة حابب افكركم بسؤال حلقة اليوم، ايه هو رأيكم في قوة زاشين وتكرار وجوده على نسبة كبيرة جدا من الفرق؟ يعني يمكن احنا على قناتنا ما عملناش ده كتير قوي، بس يعني لو دخلتوا شفتوا النسبة المئوية لوجود زاشين على الفرق اظن هتكون اعلى من 70% ويمكن اكتر او 60%، فطبعا ده بيورينا قد ايه زاشين بوكيمون قوي جدا جدا جدا. عموما كبداية بنشوف لونالا زائد جريم سنارل. ممكن نتوقع حاجة زي ثاندر ويف من جريم سنارل. طبعا دي حاجة احنا عايزين نتجنبها، فاعتقد احسن حاجة هعملها هنا ان انا اعمل ممكن ماكس اير ستريم على لونالا واعمل بروتكت، على اساس ان انا حتى ممكن اعمل كده اللي هو الفكرة دي، بس اعمل ماكس اير ستريم على جريم سنارل حتى. الفكرة بس انا خايف من انه لونالا تعمل حاجة زي تريك روم، يعني احنا لو بصينا على فرقة الخصم بتاعنا هو ما عندوش حاجة تريك روم قوي، برضو معاه ثاندرس وزاشين، ما اعتقدش انه هيبقى معاه تريك روم. طيب تعالوا نعمل لا 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 الوقت هيفوت، ماكس اير ستريم على لونالا و بروتكت على كاليراكس. في محاولة مننا ان احنا نحفظ ال HP بتاع الكاليراكس، هو لو حب يدايناماكس لونالا يعني هنكون في ازمة شوية لانه هيقدر لسه ان هو يكسر الفوكس ساش بتاع الكاليراكس، بس في نفس الوقت في الحالة دي هيدلنا البوست على الثاندرس بتاعنا. بس هنشوف مع بعض، ممكن نتوقع برضو حاجة زي ميتيور بيم، بس احنا هنعمل كده كده بروتكت دلوقتي. وهنشوف لونالا كمان بتعمل بروتكت، ده ممتاز جدا لينا، لان ده معناه انه نقدر ان احنا نتفادى التريك من الجريم سنارل، احنا بس مش هنعرف ايه هي الايتم اللي معاه، وكمان هيبقى معانا السبيد او السرعه على الكاليركس بتاعنا، حتى لو جريم سنارل حب ان هو يعمل تريك تاني دلوقتي ويدينا حاجه زي الايرون بول، هنفضل احنا لينا الافضليه. فمبدئيا كده ممكن الدور اللي جاي اعمل حاجة زي ماكس ناكل على الجريم سنارل. الفكرة بس هنا هل هو هيبدل ولا لا؟ ما زلت ورا فكرة ان انا اعمل استرال براج، انا عايز اتخلص من اللونالا دي في اقرب وقت بصراحة، فانا هتشجع كده واقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل استرال براج المرة دي على لونالا. لا اعتقد ان في اي حاجة هتحبذ انها تدخل على الاسترال براج دي الا لو كان انسينرور، ولو دخل انسينرور ده معناه انه هيدي الثاندرس بتاعنا الديفاين بوست ونبقى بلس 1 اتاك. بالفعل بيبدل، هنشوف الخصم بتاعنا بيدخل انسينرور زي ما انا قلت لكم بالظبط، ويعني ده معناه ان احنا ممكن هنخسر الايتم بتاعتنا على الكاليركس بتاعنا، ولكن بناخد الديفاينت بوست على الثاندرس، وده معناه الدور الجاي نقدر نبدل الكاليركس بتاعنا. ثاندر ويف كمان بتفوت على الكاليركس، يعني حظنا بصراحة حلو شويتين حظنا حلو شويتين. فبنشوف طبعا دامج لا باس به، يمكن كان الافضل ان انا اعمل ماكس استريم على السن او على الجريم سنارل، لانه زي ما انتم شايفين للاسف مش كافيه قوي انها تتخلص منه. فالدور اللي جاي بصراحه اللي هعمله هيكون بروتكت على الكاليركس واعمل ماكس استريم او ماكس استريم افضل على الجريم سنارل زائد
ممكن نبدل حتى زاشين، بس انا مش عايز اي بوكيمون عندي ياخد دامج، فيمكن الافضل ان انا اعمل بروتكت هنا. يمكن كان افضل حتى ان انا اعمل ماكس ناكل، بس مش مشكلة. بنشوف ولا بوكيمون بيبدل، وده معناه ان احنا الدور الجاي نقدر نعمل حاجة زي تريك المرة دي على الثاندرس بتاعنا. بناخد الايرن بول، وده معناه انه السرعة بتاعتنا بتبقى النص، ولكن ايضا احنا عملنا مرتين اير ستريم، فالسرعة بتاعتنا لا تزال عالية جدا. هنشوف بس الانسينرور هيعمل ايه، هل هيختار يعمل حاجة زي فلير بليتس، ولا هيختار يعمل سنارل ويدلنا بوست كمان على الثاندرس بتاعنا، معرفش. لكن بيختار يعمل بايتنج شوت على الكاليركس، واحنا كده كده عملنا بروتكت، وده معناه انه الدور الجاي ان شاء الله اعتقد البريك بريك اللي معانا على الثاندرس هتكون كافية انها تتخلص من الانسينرور اللي قصادنا. واللونالا كده كده الشادو شيلد بتاعها اتكسر، فاعتقد ان شاء الله الاسر البراش بتاعتنا هتكون كافية انها تموتها في ضربة واحدة. عموما هنعمل زي ما اتفقنا البريك بريك على انسينرور زائد استرال براج، وهنشوف كده هل التوليفة دي من الضربات هتكون كافية من التخلص من البوكيمونات بتوع الخصم بتاعنا. حقيقة يعني زي ما انتوا شايفين فريق، برغم انه يعني احنا بيحصل علينا تريك وحاجات كده، وكان حظنا حلو شوية في الثاندر ويف، الا انه طبعا فريق قوي جدا، لان احنا كل ده احنا تخلصنا من الجريم سنارل، وان شاء الله هنتخلص من الانسينرور. واللونالا هيبقى فيه اتش بي قليل جدا فاضل معاها، ومعانا لسه 2 بوكيمون ورا نقدر لسه نعمل بيهم دامج عالي جدا. استرال براج من الكاليراك شادو بتاعنا فعلا بتعمل دامج عالي جدا، بتسيب اللونالا على اتش بي قليل جدا. وايا كان الاختيار بتاع اللونالا هنا، هنقدر الدور الجاي ان احنا نتخلص من اللونالا. بنشوف فعلا ماكس روك فول حتى هو كسر الفوكس هاش بتاعنا، ولكن ايضا احتمال الساند ستورم تكون كافية انها تتخلص من اللونالا، ولكن هنشوف، مش هنسبق الاحداث مع بعض. كاليراكس بيخسر فعلا الفوكس هاشها، ولكن احنا اسرع حاجة على ارض الملعب طبعا، وده معناه ان احنا يمكن الافضل انزل هنا جاسردون. انا مش عارف مين البوكيمون الاخير معاه، هل هيكون زاشين ولا لا. في جميع الحالات الافضل ان انا اوفر هنا. بالفعل بنشوف زاشين من الخصم بتاعنا، وده معناه ان انا اقدر اعمل حاجه دلوقتي زي استرال براج زائد كمان يون او حتى ايرث باور على الزاشين اللي قصادنا. يمكن الافضل اعمل يون هنا زائد الاسترال براج، حتى لو هو حب يعمل بروتكت باللونالا او حب يعمل بروتكت بالزاشين، مفيش مشكلة ابدا عندي خالص، لان اسر براج لسه هتضرب الزاشين، واعتقد ان هو هيتخلص من الكاليركس شادو بتاعنا، ولكن احنا طبعا هيفضل معانا لسه جاسردون زائد كمان زاشين بتاعنا، يقدر يرد على الزاشين بتاعه بعد ما اليون بتاعتنا تشتغل على الزاشين بتاعه. كده كده اللونالا كمان هتقع من الساند ستورم، فمش فارق معايا ان هو عمل ماكس جارد بيها خالص يعني. وبنشوف يون هنا من جاسردون، حتى الدور الجاي ممكن اعمل بروتكت بزاشين بس، واعمل ايرث باور بالجاسردون، يعني انا براحتي خالص. ولكن اعتقد يعني الخصم بتاعنا ظهره كده للحيط، ونقدر نقول ان احنا كسبنا الماتش ده برضو. حقيقة يعني الفرقة ما خدتش المركز الأول النهاردة من اللا شيء، وبحاول كده برضو نستعرض قوانا برضو في الفي جي سي. يعني انتوا الحلقة اللي فاتت واللي قبلها يمكن تكونوا بدأتوا تشكوا في قدراتنا، ولكن النهاردة جايين نقول لكم لا، احنا لسه كويسين. هنعمل بروتكت بجاسردون وبروتكت بالزاشين علشان نسيب الزاشين اللي قدامنا طبعا يعني يحصل عليه السليب ستاتس، ونقدر الدور الجاي نعمل بهيمت بليد زائد ايرث باور ونكسب المباراة ان شاء الله. الخصم بتاعنا حتى ما حاولش يعمل بروتكت طبعا، وبنشوف كمان كلوز كومبات، يعني افضل لينا ان احنا عملنا البروتكت على الجاسردون عشان ما نخسرش اي حاجه. يعني الاحسن دايما ان انت تلعب بشكل سيف، حتى لو انت حاسس ان انت ضمنت خلاص الفوز. يعني انا لو حبيت حتى دلوقتي هنا اعمل حاجه زي سبستيتوت كان ممكن، ولكن الخصم بتاعنا طبعا بيعمل فورفيت وبنكسب مباراه تانيه، وهشوفكم الماتش الجاي ان شاء الله.
وبنستكمل مع بعض مسيرتنا الليلة قصاد كالاراك شادو، جراودون، فينوسور، تشارلزارد، غريمسنارل وإنسينرور. طبعا المرة دي يعني كالاراك شادو احنا تقريبا قابلناه على ثلاث فرق النهاردة، بس المرة دي في الفينوسور طبعا مع الجراودون، وده بيشكل خطر جامد جدا بحاجة زي سليب باودر. فيمكن افضل شيء اعمله هنا ان انا ابدأ حاجة زي إنسينرور زائد ثاندرس، لانه طبعا إنسينرور بيشكل ضغط على الفينوسور ان هو يعمل حاجة زي سليب باودر، لانه بيضطر ان هو يعمل دايناماكس، ولكن ايضا برضو الثاندرس بيشكل الضغط بتاع ان هو يعمل ماكس اير ستريم عليه، وكمان كويس قصاد التشاريزايد. الفكرة هنا بس في الكالاراك شادو طبعا ده هيكون مشكلة وعائق كبير جدا لينا يعني، بس احنا هنحتاج الكالاراك شادو بتاعنا ده مؤكد. واعتقد زاشيان برضو للأسف ريلبوم هنا مش حلو قوي، جاسترودون ملهاش لازمة خالص يعتبر، فاعتقد ان انا هجيب زاشيان برغم وجود إنسينرور، جراودون وتشارزارد، بس انا بفكر برضو يلا بينا نجيب زاشيان ليلة ليلته برضو، يعني على الاقل احنا لغاية دلوقتي عندنا فوزين يعني بشكل لائق جدا، فنشوف الماتش الاخير ضد الماتشاب الصعب ده هيكون عامل ازاي. فريد طبعا بالتوفيق ليك وليا، ان شاء الله may the best man win زي ما بيقولوا، يعني فليفوز الافضل فينا ان شاء الله. بيبدأ الخصم بتاعنا بجريمسنارل زائد فينوسور فعلا، وده معناه ان انا زي ما قلت لكم يعني هضطر ان انا ابدأ اعمل حاجة زي فيك اوت وماكس اير ستريم على طول، حتى لو الجريمسنارل المشكلة بس في جريمسنارل هنا هتكون ان هو ممكن يعمل حاجة زي تريك هنا. للأسف احنا معناش حتى تونت على الانسينرور، فانا عندي فكرة والله افضل حتى، وهي ان انا ممكن اعمل حاجة زي فلير بليتس على فينوسور زائد بروتكت على ثاندرس الدور الاول، ما نحرقش الدايناماكس بتاعنا من اول دور على طول. هي مخاطرة شوية بس يعني انا افضل ان انا اعملها. يلا بينا هنجرب كده حظنا قصاد الفينوسور بيعمل دايناماكس بالفعل، لم اكن اتوقع يعني الموضوع ده الصراحة، وده معناه ان انا الدور الجاي ممكن اعمل تاني الفكرة بتاعت الدايناماكس للثاندرس بتاعي حتى. بس هنشوف الفينوسور هيختار يعمل ايه، هل هيختار يعمل حاجة زي ماكس كويك؟ اعتقد ده هيكون اختيار الفينوسور. بنشوف بروتكت من ثاندرس بتاعنا وهنشوف تريك ريفلكت. اوكي ده معناه ان هو معهوش تريك، فممكن الدور الجاي بالفعل نعمل ماكس اير ستريم. بنشوف ماكس كويك فعلا من الفينوسور، هل هتكون كافية انها تموت الانسينرور؟ لم تكن كافية، وده ممتاز جدا لينا لان احنا هنعمل فلير بليتس عليه، ويعني اظن ممكن تعمل حاجة زي 50-60%. الانسينرور يعني ده مش عليه، ده ما كملتش حتى 40%، بس مش مشكلة بنديله ويكنس بوليسي، دي كارثة كبيرة جدا 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 جدا. مشكلة كبيرة. هضطر هنا على طول ان انا اعمل فلير بليتس مرة تانية، وهضطر ان انا اعمل ماكس اير ستريم على طول على الفينوسور، ما عنديش اختيارات. لم اكن اتوقع ان الفينوسور ده يبقى معاه الويكنس بوليسي، ولكن هي ايتم بدأت يعني ممكن تقولوا ايه تنتشر شويتين ثلاثة على الفينوسور في الفترة الاخيرة. طبعا بتساعد جدا ان الفينوسور يتلقى ضربات زي الفلير بليتس اللي انتوا شفتوها، وحتى التوليفه بتاعت الماكس اير ستريم زائد الفلير بليتس الدور الجاي ممكن تكون برضو غير كافيه انها تتخلص منه. عموما هنعمل ماكس اير ستريم، ما بنشوفش اي تبديل من الخصم بتاعنا، وده معناه انه الثاندرس هيكون اسرع لسه من الفينوسور. وعندي امل انه الانسينرور بتاعنا بعد الاير ستريم دي يكون اسرع من الفينوسور. بالفعل بنشوف وان هيت نوك اوت من الثاندرس بتاعنا، وده معناه ان احنا قدرنا نتخلص من خطر كبير ضد الفرقه بتاعتنا الفينوسور. انا قلت لكم من الاول ان هو ده يمكن اكتر حاجه انا قلقان منها،
والباقي ان شاء الله مقدور عليه. عموما اتمنى بس الفلير بليتس بتاعتنا ما توقعش الانسينرور بتاعنا، لان انا عايز هنا اعمل حاجة زي بارتينج شوت على ايا كان البوكيمون اللي هيدخل مكان الثاندر اللي عفوا البينوسور اللي مات. وهنشوف هنا الخصم بتاعنا هيختار يعمل ايه. ايا كان اعتقد ان احنا دلوقتي لسه عندنا يد عليا شوية قصاد الفرقة دي. بنشوف بالفعل جراودون من الخصم بتاعنا. يمكن الافضل ليا هنا ان انا ما اعملش حتى بارتينج شوت هنا، وممكن ابدا اعمل حاجه زي فلير بليتس على الجراودون. في محاوله مننا ان احنا نفكر مع بعض اتخلص من جريم سنارل افضل. افضل تعالوا نعمل ماكس ناكل زائد فلير بليتس على الجريم سنارل اللي قصادنا، علشان انا مش عايز البوكيمون اللي جاي مكان الانسينرور بتاعي يلبس حاجه زي الثاندر ويف من الجريم سنارل، لان ده هيعوق طبعا التحرك بتاع الفريق بتاعنا جامد جدا، ودي حاجه انا ما افضلهاش بصراحه. فلير بليتس من انسينرور هل هتكون كافيه بلس 1 على الجريم سنارل؟ بالفعل كافيه، واعتقد انه ده معناه انه الجراودون ممكن يعمل حاجه زي روك سلايد او حتى روك توم، بس هنشوف يعني هو هيختار يعمل ايه. بنشوف روك سلايد بالفعل، لا اعتقد انها يعني عملت اقل من 50%، لان احنا اصلا كنا اوريدي واخدين دامج من اللايف اورب. الفكره هنا بقى هل انزل كاليركس ولا زاشيان؟ اعتقد كاليركس افضل. مش افضل، لا افضل. علشان احنا بنشوف كاليركس برضو من الخصم بتاعنا، وده معناه ان انا اقدر ادي الكاليركس بتاعي السبيد بوست، زائد كمان ان انا ابدا اعمل حاجه زي استرال باراج. ممكن حتى اختار ان انا اعمل حاجه زي ويلويس، بس انا مش عايز ده يحصل، وافضل بصراحه ان انا اعمل استرال باراج على طول زائد ماكس اير ستريم، علشان يبقى عندنا الافضليه في السرعه قصاد الجراودون والكاليركس اللي قدامنا. وهنشوف هنا طبعا الخصم بتاعنا هيختار يعمل ايه. الحلو كمان في الثاندرز بتاعنا لو هو عايش الدور اللي جاي كمان، كاليركس بيعمل بروتكت، مفيش مشكله، احنا برضو بنعمل الافضليه لينا. الفكره في وجراودون كمان بيعمل بروتكت برضو، ما عنديش مشكله خالص، لان ده معناه برضو الدور الجاي ان انا اقدر اعمل بريك بريك على الجراودون، زائد كمان الاسترال باراج على الكاليركس اللي قصادنا. الصراحه يعني اعتقد ان احنا ان شاء الله هنكون فوزنا بالمباراه دي برضو، لان دلوقتي لما اعمل بريك بريك انتوا عارفين الضربه دي بتتخلص من اللايت سكرين والريفلكت كمان في ضربه واحده، وده طبعا شيء كويس جدا للزاشين بتاعنا كمان اللي هو ورا. غير كده كمان احنا لسه معانا الفوكس ساش بتاعنا على الكاليركس شادو، فده معناه ان انا لما هعمل البريك بريك دلوقتي مش بس هنتخلص من الكاليركس شادو اللي قدامنا، ولكن كمان هنعمل دامج عالي جدا على الجراودون اللي قصادنا. نشوف بريك بريك على جراودون، بالفعل عملت يمكن 30% دامج، بس زي ما انتم شايفين لايت سكرين اند ريفلكت وور اوف، ودلوقتي الكاليركس بتاعنا يعمل اسر البراج. هي طبعا هيموت الكاليركس اللي قصادنا، واظن ممكن يعمل 60% دامج على الجراودون اللي قصادنا. وزاشيان برغم ان هو يعني ما جاش المباراه دي الا ان هو برضو يعني موجود ورا عامل قلق للخصم بتاعنا، واعتقد ان احنا كده ان شاء الله نكون كسبنا المباراه بتاعتنا، حتى لو الثاندرز بتاعنا وقع هنا ضحيه للجراودون اللي قدامنا. هنشوف هنا زاشيان بتاعنا هينزل الملعب، ونقول النهارده طبعا حصلنا على 3 مرات فوز متتاليه بشكل يعني يبين مدى قوه الفرقه. انا عمال اعيد وازيد في الموضوع ده، ولكن انتوا شايفين طبعا انا كنت بقول لكم بقالي كام حلقه بواجه مشاكل في ان انا الاقي فرقه كويسه، ولكن النهارده جبت لكم الفرقه رقم 1 ممكن نقول في العالم بعد فوزه في نيو جيرسي. عموما الخصم بتاعنا بيعمل بروتكت ملهاش اي لازمه خالص الحقيقه، مش عارف يعني هو بيطول بس في المباراه، بس مش مشكله، هنعمل اسر البراج مره ثانيه زائد بهيمث بليد على الجراودون، واي ضربه من الاثنين دول هتكون كافيه انها تتخلص من الجراودون اللي قدامنا، ونقول للخصم بتاعنا جي جي.
وهشوفكم مع مش الرنت الكود بس هوريكم نظرة أخيرة على الفرقة قبل ما نقفل الحلقة مع بعض. ومرة تانية بوريكم الفرقة قدامكم مكونة من زاشين، كالاركس، شادو، غاسترودون، ثاندرس، إنكارنيت، مشتارين، إنسينرور وريليبوم. طبعا عذروني تاني، صاحب الفرقة طلب مني ان انا ما شاركش اي حاجة من يعني الستاتس بتاعت الفريق، ولكن لو هو غير رأيه في المستقبل اوعدكم هتلاقوا البوكي بيست موجودة في الديسكريبشن، ولكن النهاردة مش هيبقى فيه. بس طبعا فكركم لو عجبتكم حلقة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس، وما تنسوش تجاوبوا على سؤال الحلقة مرة تانية. وفكركم هو ما رأيكم في قوة زاشين وتكرار وجوده على أغلبية ومعظم الفرق اللي احنا بنشوفها اليوم على اللادر. وبشكركم على مشاهدة حلقة اليوم، ولحد ما اشوفكم مرة جاية انا كنت بروفيسور بابع من قناة بوكيمونيان. خلوا بالكم واشوفكم على خير. سلام.